هنا باش نعطيو خطوات. الخطوه الاولى اكل متوازن. شنو هو الاكل المتوازن؟ فيه بروتينات، فيه دهنيات مزيانه، دهنيات مزيانه راكم عارفينهم وعودنا معود الزيت البلديه، لافوكا، القرقاع، اللوز، شنو كنت تفكر وحده اخر، اللوز، القرقاع، زيت ارغان، فواكه البحر، لو سومون، لو ساردين، كاع هادو دهنيات مزيانه. دهنيات الخيبه، لي شيبس، لي فخيت، لي شيبس مقلي، اي حاجه مقليه، حذاري وحذاري القلي، راه السم كتدخلو لذاتك. حتى لما قدرتيش باش ما نحرمكمش، لما قدرتيش ناخذ واحد الفريسه ولا جوج ونتمتع بها، ولكن ما ناخذش 10 درهم ديال الفريسه ونبقى ناكل فيهم، غنخزنهم وما غنحرقهمش. تغذيه متوازنه. وضعيه اخرى، هذه الوضعيه الجلوس هذه كتخرج الكرش، لان الوضعيه الجلوس انتم تصوروا معايا انك نجلس بحال هكا، نجلس بحال هكا الكرش ديالك كتخرج. خص تيماجيني فراسك انك ملي تجلس بحال هكا، بحال كاين واحد القنينه الماء في حزامك عند السره ديالك اللي موقفك بحال هكا. وانا غندير قدام الكاميرا ملي كنوقف بحال هكا الظهر ديالي كيكون طويل بحال هكا. هذه الوضعيه، هذه وضعيه بحال كدير وضعيه الكيناج ولا اليوغا. اصلا هي هذه الوضعيه اللي مسكل كاملين خدامين، ماشي الوزن مليوع على شي منطقه، كتحرق الدهنيات. علاش الالياف؟ لان الالياف غدير لك واحد الكنس، الكنس الشطابه، توصل لك المصان ديالك، المصان ديالك ما يبقاوش منفوخين، ما غيبقاوش عامرين، حيت داك الخبز وداك اللحم وداك الشيء اللي كتاكل غيبقى لداخل. الا ما كانوش الالياف غيعود داك لو بالونمون، والبالونمون هو اللي غيجيب لك الغازات من الفوق ولا من التحت. لا داعي باش نديرو ان شيما، يعني كرش كتنفخ بزاف. الا كانوا الالياف غيكون الغسل، ويمكن شرف الله قدركم غدخل للمرحاض مره ولا جوج في النهار، ماشي في السيمانه، السيمانه عندك مشكل. لفتي يومين وما دخلتيش للمرحاض عندك مشكل خطير. نهضروا واحد النهار على القبض شنو كيدير، يعني الكرش ديالك غتحيد دوك الالياف، الالياف غيكنسوها من الداخل. الخبز الكامل، الخبز الكامل حتى هو غيدير لك كنس. زريعه الكتان، هذه بتجربه، زريعه الكتان كتاكلها، اللي عنده القبض ياكل زريعه الكتان، قلنا يشرب قهوه غيكنس تما، غتحيد بالاكتيفيتي ايغوبي. الاكتيفيتي ايغوبي اللي كتستعمل الاكسجين، بحال لا بيسيكليت، بحال لا مارش. انا قلت لكم الجري، لان باش ما عطبش شي واحد، ولا جري بشويه، ولا الترني، لا مارش، لا بيسيكليت، ناطاسيون، لا مارش، ولكن تكون 45 دقيقه والفوق باش نبدا نحرق في الدهون ديالي. لا مارش، لا مارش. التغذيه بالليل، اللي بغي ينقص من البطن التغذيه بالليل نقص منها. كاين شي مواد غذائيه كوتش طريق اللي تقدر تعاوننا باش نحيدوا الدهون من البطن ديالنا؟ هو كاع التوابل، بحال الكمون، بحال داك السمان، شي واحد كنقول الكمون مشي ياكل شي راه يشفق عليه شي حاجه شويه. الكمون، كاين الكمون، كاين سكينجبير، حتى الحامض، حتى هو سكينجبير والحامض فعالين في الحرق. الكمون حتى هو كيحرق الدهون وكلشي. كاين القهوه، ولكن كلشي ما تعتمدش عليهم بزاف، لان الجسم عيولفهم، وباش يولفهم عنده 7 ايام باش يولفهم، ما بقاو غيديروا لك والو في لو كور. يعني الحركه، التغذيه السليمه، ووضعيه الجلوس.